عايزين نبدأ نكمل بقى يا باشمهندس ونشوف ازاي هنحسب احمال الزلازل. طيب يبقى احنا عرفنا هنا كده في السلايد دي، عرفنا الجزء اللي احنا كنا عايزين نعرفه اللي هو امتى بهمل احمال الزلازل، وعرفنا ايه الرسمه اللي قدامك دي. دي عباره عن الخريطه اللي بنوزع فيها المحافظات اللي موجوده في مصر، وانت لو عايز تعرف المحافظه بتاعتك تبع انهي زون، تبع انهي منطقه زلزاليه، كل عليك ان انت تشوف اسم المحافظه وتشوف المنطقه الزلزاليه. فلقينا ان القاهره في المنطقه الزلزاليه كام؟ الثالثه. طيب بعد كده يا باشمهندس، ما هي طرق حساب احمال الزلازل؟ فتلاقي ان الكود بتاعنا الكود المصري بيقول لك ان انت عندك كام طريقه لحساب احمال الزلازل؟ ثلاث طرق مختلفه، ثلاث طرق مختلفه لحساب احمال الزلازل. اول طريقه اسمها الايكويفالنت ستاتيك ميثود، ثاني طريقه اسمها المالتي موديل ريسبونس سبيكترم، حلو الكلام. ثالث طريقه اسمها التايم هيستوري. يبقى انا هنا كده الثلاث طرق بتوعي، واحده اسمها الايكويفالنت ستاتيك ميثود، والمالتي مودال ريسبونس ميثود، والتايم هيستوري. حلو الكلام. طيب هنا بيقول لك ايه بقى؟ بيبدا يشرح لك كل طريقه منهم وكل طريقه الفرق ما بينها ايه، صح الكلام. طيب نركز كده مع بعض، انا هسالك بس سؤال في الاول تمام، ومن السؤال ده هشرح لك الفرق ما بين الثلاث طرق. خلاص اسالك سؤال في الاول واشرح لك الفرق ما بين الثلاث طرق. ايه الفرق يا هندسه ما بين القوة الاستاتيكية والقوة الديناميكية؟ وهل الزلازل تعتبر قوة ديناميكية ولا قوة استاتيكية؟ الإجابة ببساطة، قوة استاتيكية يعني قوة ثابتة مع الزمن، زي الديدلود أنا حطيت هنا 5 كيلو تمام؟ هيفضل طول عمرهم إيه؟ 5 كيلو. إنما القوة الديناميكية هي القوة اللي بتتغير مع الزمن، زي الزلازل. الزلازل دلوقتي هو جايب لك قوة مقدارها 5، بعد شوية الزلزال خلص فمش جايب لك حاجة، بعد شوية جاب لك قوة مقدارها 5 وبتبدأ 5 4 3 تبدأ تقل مع الوقت لحد ما الزلزال مدة الزلزال تخلص، وبعد كده يجي زلزال تاني أو ما يجيش زلزال تاني. إذن هي قوة متغيرة مع الزمن، يبقى هي تعتبر قوة ستاتيك ولا ديناميك؟ ديناميك. حلو الكلام. طيب فاول طريقه خالص، اول طريقه خالص الراجل بدا يتكلم عليها، قال لك طريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ. ايه طريقه الحمل الاستاتيكي المكافئ؟ بيقول لسيادتك ايه، انا الزلزال ده بيحصل ازاي؟ قال لك الزلزال هو عباره عن حركه في القشره الارضيه. الزلزال عباره عن ايه؟ حركه في القشره الارضيه. تقوم القشره الارضيه او الحركه لما تحصل في القشره الارضيه دي تيجي تخبط الاسباب بتاعه المنشا، فالاسباب بتاعه المنشا هي كمان تتحرك، وبالتالي المنشا يبدا ايه؟ يتهز، صح الكلام. فالطريقه الاولانيه بيقول لك ان احنا هنحول القوه الديناميك الاف ديناميك لقوه ثانيه هنسميها الاف ايه؟ استاتيك. يبقى الطريقه الاولانيه اسمها ايه يا باشمهندس؟ الحمل الاستاتيكي المكافئ. الزلازل هي عباره عن قوه ديناميكيه تمام، في الطريقه دي احنا مش بنشتغل على القوه الديناميكيه ولكن بنشتغل على القوه الايه؟ الاستاتيكيه. يعني ايه القوه الاستاتيكيه؟ من سيادتك الارض القشره الارضيه نفسها بتتحرك بعجله هنسميها اي جي. يبقى الاي جي دي اللي هي مين؟ الحركه او العجله اللي بتتحرك بيها القشره الارضيه. وبعد كده المنشا نفسه بيتحرك بعجله اسمها ايه؟ اس دي. يقوم المنشا ده لما يتحرك اتحرك كده عامل زي البندول كده. حلو الكلام؟ طيب انا لو عايز احسب اي قوه، اي قوة في الحياة بتساوي ايه من القوانين بتاعت نيوتن؟ اي قوة كان في قانون كده مشهور، قوة بتساوي الكتلة في العجلة، ده القانون كلنا عارفينه. يبقى اذا الاف ستاتيك دي، الاف ستاتيك دي هتساوي الاس دي. مين الاس دي؟ دي يا باشمهندس العجلة اللي بيتحرك بيها المنشأ، مضروبة في مين؟ احنا لسه قايلين كتلة في ايه؟ في عجلة. ادي العجلة تتضرب في مين يا هندسة؟ الكتلة. يبقى اذا تم تحويل الحمل الايه؟ الديناميكي الى ايه يا باشمهندس؟ حمل استاتيكي مكافئ. ازاي يا باشمهندس؟ ضربنا الكتله في العجله، كتله مين؟ قال لك هتركز لي كتله المنشا كله اهي. يبقى المنشا ده كله اتركز في قد ايه يا باشمهندس؟ في كام نقطه؟ نقطه واحده. يبقى ركزت كتله المنشا نفسه في نقطه واحده، وافترضت انها اتحركت حركه واحده اللي هي الحركه بتاعه الايه؟ البندول البسيط اللي هي شمال ويمين كده. خلاص كده هندسه؟ لما تضرب الام في العجله اللي بيتحرك بيها المنشا يديك مين؟ القوه. القوه دي سميناها ايه يا باشمهندس؟ الايكويفالنت ستاتيك ميثود. صعبه. يبقى دي كده اول طريقه في الايه؟ اول طريقه في الكود. اهو بيقول لك يتم تحويل القوة الديناميكيه الناشئه عن حدوث الزلزال الى قوه استاتيكيه افقيه ودراسه تاثيرها على المبنى. لتطبيق هذه الطريقه يجب ان تتوفر في المنشات الشروط التاليه. هشرح لك انا الشروط كمان شويه. خلاص؟ يعني الطريقه بتاعت الاستاتيك دي تنفع لاي منشا؟
تنفع لاي منشأ؟ قال لك لا، ده هي منشآت بس محدده تمام هي اللي تنفع فيها الطريقه الاستاتيك، فيما عدا ذلك كله هيشتغل بالطريقه الثانيه. فاحنا هنا اهو ادي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ادي هنا كده ادي الكتله بتاعت سيادتك اتحركت، لما سيادتك تضرب الكتله في العجله هيديك مين؟ القوه الاستاتيكيه المكافئه. الطريقه الثانيه اسمها طريقه طيف التجاوب المركبه، طيف التجاوب ايه؟ المركبه، اللي هي اسمها المالتي مودال ريسبونس سبيكتروم. قال معلش انا مش فاهم اي حاجه، بقى واحده واحده عليها عشان ايه؟ افهم. ايه المالتي مودال ريسبونس سبيكتروم دي؟ قال لك دي تعتبر طريقه تمام غير الطريقه الاولانيه. الناس جت قالت لك الطريقه الاولانيه اللي انت عملتها دي مش مظبوطه. طب ليه يا ريس الطريقه اللي احنا عملناها دي مش مظبوطه؟ قال لك بص يا ريس، انت هنا افترضت افتراضين والافتراضين دول غلط. الافتراض الاولاني ان انت افترضت ان الكتله كلها تتركز في ايه؟ في حته واحده، وده غلط. امال المفروض الكتله ايه يا باشمهندس؟ تتركز فين؟ كل دور تركز فيه الايه؟ الكتله بتاعته. كل دور تركز فيه ايه يا هندسه؟ الكتله بتاعته. يعني ده نسميه ام 1 اللي هي كتله الدور الاول، ام 2، ام 3، ام ايه؟ 4. اللي هو الام دي اللي انا حطيتها اللي هي كانت سيجما مين؟ مجموع الامات اللي انا ايه؟ عمال احطها دول. يبقى في الطريقه الاستاتيكيه سيادتك عملت ايه؟ ركزت الكتله بتاعت المنشا كله في دور واحد. انما في الطريقه الثانيه اللي بتاعت المالتي مودال ريسبونس سبيكترم هتعمل ايه؟ بتركز كتله كل دور في الدور بتاعه. حلو؟ تاني انا هنا في الطريقه بتاعت الاستاتيك بركز كتله المنشا ككل، المنشا ده كله بتتركز الكتله بتاعته فين؟ في نقطه واحده اللي هي النقطه اللي فوق دي، اللي هي مين؟ ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3 زائد ام 4، اجمعهم كلهم واحطهم فوق يبقى اسمها الام. انما في الطريقه الثانيه بركز كتله في كل دور، ام 1 يعني كتله الدور الاول، ام 2 كتله الدور الثاني. طيب هنا افترضت ان الحركه اللي بيعملها اللي هي الحركه بتاعه البندول البسيط، شكل الحركه اسمه مود. شكل الحركه اسمه ايه يا هندسه؟ مود. فاحنا هنا في الطريقه بتاعه الاستاتيك الطريقه الاولانيه افترضت ان انا عندي كام مود من اشكال الحركه، كام شكل من اشكال الحركه؟ شكل واحد. يبقى انت افترضت في الطريقه الاستاتيك افترضت ان عندك كام شكل من اشكال الحركه؟ شكل واحد. طب في الطريقه الثانيه قال لك لا، ده المنشأ ده والله ممكن يتحرك كده، أو 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 ممكن يتحرك كده. عندك أكتر من مود من أشكال الحركة، عندك أكتر من شكل من أشكال الحركة. عشان كده لو تفتكر المود دي تمام مسميها هو في البرنامج حاجة اسمها المودل، المودل أناليسيس. اللي انت لما كنت بتيجي في الساب لو تفتكر، فاكر الساب لما كنا بنشتغل على الساب كان في دايما حاجه كده اسمها المودل، كنت بقول لك اقفلها دي بتاعت الزلازل ملهاش لازمه، هي دي. خلاص كده؟ يبقى حاله المودل دي بتفعلها امتى؟ لو انت هتشتغل ايه؟ بالطريقه الايه؟ الدايناميك دي اللي هي الطريقه رقم 2 اللي هي اسمها المالتي مودل ريسبونس سبيكترم. تمام، يبقى انا كده عندي كام طريقه؟ قلناهم طريقتين، واحده اسمها الايكويفالنت ستاتيك ميثود. حلو، والطريقة الثانية اسمها ايه يا هندسة؟ المالتي مودال ريسبونس سبيكترم. حلو الكلام؟ دول الطريقتين، الطريقة الأولانية بتشتغل بيها تقريبا على كل المنشآت بس ليها شروط معينة. الطريقة الثانية لما تلاقي إن الطريقة الأولانية ما نفعتش أو الشروط بتاعت الطريقة الأولانية ما نفعتش هتشتغل بالطريقة الثانية. اتفهمت؟ اتفهم الفرق ما بين الطريقتين؟ الطريقه الاولانيه بتحول القوه الديناميكيه لقوه استاتيكيه مكافئه، تمام؟ وبتعتبر ان هي عندها شكل واحد من اشكال الحركه، وبتعتبر ان هي عندها كتله واحده، الكتله الواحده دي بتتحرك حركه واحده، انما هنا عندي اكتر من كتله واكتر من شكل من اشكال الحركه. صعبه؟ الطريقه الثالثه دي مش بتستخدمها. الطريقه الثالثه دي بتستخدم في، بص هنا بقى بيقول لك هنا، تعتمد هذه الطريقه على اخذ تاثير احمال الزلازل على المنشا كقوه استاتيكيه، برضو كقوه استاتيكيه، بس ايه بقى؟ تؤثر عند منسوب بلاطه كل دور وتحدد قيمه هذه القوه بخواص الايه؟ الخواص الديناميكيه للايه؟ للمنشا. انتوا فاهمين الفرق ما بين الاثنين؟ الاولانيه طريقه ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك. والثانيه طريقه ستاتيك ولا دايناميك؟ ستاتيك.
ايه الفرق ما بينهم؟ الاولانيه بتشتغل على شكل واحد من اشكال الحركه وتركز الكتله في مكان واحد، الثانيه تمام راح كاتب لك اهو بيقول لك ايه، بركز الكتله في منسوب كل دور وبتحدد الخواص بتاعتها على اساس الخواص الايه الديناميكي. لذلك شائع ان الناس بتقول لك ايه، احنا هنشتغل زلازل ستاتيك ولا دايناميك. ستاتيك اللي هي قصدهم الطريقه الاولانيه، والديناميك اللي هي اسمها ايه الطريقه الثانيه دي. الناس بايه احيانا تروح قايلك على دايناميك، فهي مش دايناميك ولا حاجه خلاص. طيب الطريقه الثالثه بيقول لك طريقة التحليل الديناميكي الزمن، دي طريقة مش هتستخدمها تمام، اللي هي اسمها بالانجليزي تايم هيستوري. بص بقى بتعتمد ايه على ايه؟ تعتمد هذه الطريقة على حساب القوى الداخلية في العناصر المختلفة للمنشأ بتحديد التجاوب الديناميكي. تحديد ايه بقى يا باشمهندس؟ التجاوب. يبقى الطريقتين اللي فوق يعتبروا ايه؟ والطريقة دي تعتبر ايه؟ يبقى دي الطريقة الوحيدة الديناميك، ودي بيشتغلوا بيها في المشاريع الكبيرة، ناطحات السحاب والحاجات الكبيرة دي بتشتغل بالطريقة بتاعت مين؟ التايم هيستوري. اتفقنا؟ طب نكمل. لها مع الحركة الأرضية الناتجة عن الزلزال، ويجب أن يشمل اقرا بقى الحتة دي كده، التحليل الديناميكي الخواص الديناميكية لكل من المنشأ شاملا الأساسيات والتربة الحاملة له، أو بمعنى آخر التأثير على المبنى بقوة ديناميكية مماثلة لمجموعة من الزلازل التي تؤثر على المبنى في موقع معين خلال فترة زمنية معينة. يبقى الطريقتين اللي فاتوا كنا بنعمل إيه هندسة؟ بحول القوة الاستاتيكية لقوة ديناميكية. المرة دي هتعمل إيه هندسة؟ القوة الديناميكية هتمثلها على انها قوة ايه؟ ديناميكية. اتفهم الفرق ما بين الثلاث طرق؟ يبقى تاني الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده، الفيديو اللي احنا اتكلمنا فيه دلوقتي ده كان بيشرح ايه؟ قال لك الفيديو اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده كان بيشرح ايه؟ أول خطوة خالص أنا عايز بس أرتب لك الموضوع، أول فيديو اتكلمنا فيه خالص في الموضوع ده اتكلمنا ايه الفرق ما بين مشروع زي منشأ سكني 3 4 أدوار وبرج 15 20 25 دور. حلو الكلام؟ قلنا ان ده عليه مجموعه من الاحمال وده عليه احمال ثانيه اللي هي الاحمال اللي هي اللاترال لود اللي هي الويند لود والارث ويند. دي كانت اول حته في اول فيديو. ثاني حته اتكلمنا فيها ايه هي تمام المنشآت اللي اقول هنا اخد احمال الزلازل وهنا ما اخدش احمال الزلازل، وعرفنا الشروط بتاعتها. الفيديو رقم 2 بعد ما خلاص قررنا، يعني دلوقتي انا لو سالت اي حد فيكم المشروع اللي احنا شغالين عليه مشروع البرج، مشروع ايه البرج، مشروع البرج ده سيادتك هندخل عليه احمال زلازل ولا لا؟ خلاص بقى بدون تفكير، هو المشروع ده كان في القاهره؟ في القاهره تمام، يعني المنطقه الزلزاليه الثالثه، يعني مثلا اشوف 10 متر ده اكبر من 10 متر يبقى المفروض ادخل معايا ايه احمال الزلازل. خلصنا انتهت القصه دي بالنسبه لي، لازم المشروع ده لازم يخش عليه احمال مين يا هندسه؟ الزلازل. خلاص يبقى دي كده اول معلومه خلصت منها من الفيديو. طيب عايز احسب دلوقتي احمال الزلازل زي ما عملت في الفيديو اللي زي ما عملنا في المحاضره اللي فاتت وحسبنا مين يا باشمهندس؟ احمال الرياح. طب سيادتك عشان تحسب احمال الزلازل عندك كام طريقه؟ الكود بيقول لك عليها ثلاث طرق. قبل ما تتكلم في الثلاث طرق هتقول لي ايه؟ هقول لك يا باشمهندس الزلزال هو عباره عن حركه في القشره الارضيه. عرفت الفرق ما بين القوه الاستاتيكيه والقوه الديناميكيه، وعرفنا ان الزلزال ده هو عباره عن حركه في القشره الارضيه تمام، وهو عباره عن قوه ديناميكيه. عرفنا ان الارض بتتحرك بحركه كده بعجله اسمها الاي جي، يقوم المنشا هو كمان يتحرك بعجله سميناها الاس. صح الكلام؟ سيادتك لما تضرب الام اللي هي الكتله في الاس اللي هي العجله سيادتك هتطلع مين؟ الفورس. الفورس دي سميناها قوه استاتيكيه مكافاه ايكويفالنت ستاتيك ميس. دي كانت اول طريقه بركز الكتله كلها فوق وبتقول ان هو بيتحرك كام حركه، بيعمل كام مود شيب، واحد بيعمل شكل واحد من اشكال الحركه. سيادتك تضرب الكتله في العجله يروح مديك مين يا هندسه؟ هتضرب الكتله في العجله يروح مديك القوه الاستاتيكيه المكافاه. الطريقه رقم 2 اسمها ايه؟ مالتي مودال ريسبونس سبيكترم. اسمها ايه؟ مالتي مودال ريسبونس سبيكترم. تفرق ايه عن الطريقه الاولانيه دي الدايناميك صح؟ لا دي مش الطريقه الدايناميك. الطريقه دي يا باشمهندس بنعمل ايه؟ بدل ما كنت بركز الكتله في دور واحد تمام، لا بركزها في كل دور. خلاص كده هندسه؟ وبدل ما كان بتتحرك مود شيب واحد شكل واحد من اشكال الحركه بتتحرك عدد من المود شيب. حلو الكلام؟ وبالتالي كان اسمها في البرنامج اسمها المودل. حلو الكلام؟ ثالث حاجه هي الطريقه الوحيده اللي بتشتغل دايناميك اللي هي اسمها طريقه مين؟ التايم هيستوري. فالطريقتين الاولانيين كنت بحول القوى الديناميكيه لقوى استاتيكيه، فالطريقه الاخيره بمثل القوى الديناميكيه زي ما هي قوى ديناميكيه. اتفهمت؟ الطريقه الاولانيه اي واحد فينا عايز يحسب احمال، اي واحد فينا عايز يحسب احمال مين؟ الزلازل، هيعمل ايه؟ هيروح للمشروع بتاعه ويشوف هل الخواص بتاعه الطريقه بتاعه الايكويفالنت ستاتيك ميثود موجوده ولا لا. لو الخواص او الطريقه بتاعه الايكويفالنت ستاتيك ميثود دي موجوده خير وبركه، مش موجوده يبقى سيادتك هتضطر تعمل ايه هندسه؟ اخش على الطريقه الثانيه. اتفهمت؟
اتفهمت؟